تحيي دولة الكويت اليوم عيدها الوطنية 62، تلك الذكرى التي يجب التوقف أمامها طويلا واستذكار مسيرة الآباء والأجداد وتاريخهم المشرف الحافل بالعطاء والتضحية. فمنذ فجر الاستقلال تتزين دولة الكويت بأبهى صورها وترتدي ثوب الفرحة والبهجة لاستقبال تلك المناسبة التي تشكل علامة فارقة في تاريخ البلاد وذكرى راسخة في وجدان أهلها. ومرت دولة الكويت التي اتخذت خطوات كبيرة في طريق نهضتها بتعاون أبنائها والتفافهم حول قيادتهم بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها لبلوغ أعلى المراكز بين الدول المتقدمة في ظل الإدارة الرشيدة التي انتهجتها وانتهجها حكامها عبر التاريخ لتحقيق الازدهار والتقدم.